بعدد من الأقوال فيه مسألة خاصة بالسلام. نعم. أن هي تسلم إذا دخل أحد وتسلمت عليه وإن جالس تقول يعني أعز الله قيامك وكذا. ما أدري صحت يا شيخ. أعز الله قيامك؟ أي نعم. إيش معنى؟ هذه منتشرة الحمد لله. أعز الله قيامك. يعني لا تقوم لي؟ أنت. ها؟ عز الله مقامك. ما دمت لك يعني. ها هذا اللي يقول المقام الداخل. اي ما في شيء ما في شيء يدعو له يعني معناه انك قمت اعزازا لي واكراما لي فاعز الله مقامه ما في شيء. لا هذا المجالس يقول هذا المجالس يعتذر عن عدم اي اعتذار ما في شيء.